بصراحة من أروع الوصفات اللي عملتها. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله حنعمل خبز كتير هو روعة، سهل وسريع جدا، هو الأفضل لمرضى السكر وضغط الدم وأيضا للرجيم. مكونات كتير بسيطة، يلا نروح الوصفة. يمكن طحن الشعير بالمنزل أو شراء دقيق الشعير جاهز. هذه الحبوب بدون قشور، يفضل أن تكون مع القشور إذا وجدتم بالسوق. 3 كوب من دقيق الشعير 400 جرام، معلقة صغيرة ملح أو حسب الذوق، خميرة معلقة ونص كبيرة 15 جرام، بنحركهم مع بعض. سبانخ 400 جرام، ممكن أقل أو أكثر بعد العصير، إحنا بناخد الكمية المناسبة لإلنا. ماء دافئ 1 كوب. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط الشاشة. نوضع باقي الكمية السبانخ. نستخدم 3 أكواب إلا ربع، 3 أكواب إلا ربع. نستخدم دائما نفس الكوب لنفس الوصفة. نخلط المكونات جيد. فوائد هذا الخبز: هو مفيد لمرضى السكر والضغط، هو مفيد لتعزيز صحة القلب ويحافظ على صحة الأمعاء وخسارة الوزن الزائد، والحماية من حصى المرارة، هو غني بمضادات الأكسدة، تقويات وتعزيز جهاز المناعة وتنظيم ضغط الدم وتحسين الهضم والحماية من هشاشة العظام، وشغلات كثيرة ممكن تقرأ عن السبانخ والشعير. نوضع الخليط بالوعاء ونغطي وننتظر، نغطي الوعاء وننتظر حتى يتضاعف الحجم ساعة أو أكثر أو نصف ساعة حسب حرارة المنزل، المهم أنه يتضاعف، ويمكن استخدام أي وعاء، المهم أنه يتحمل درجة حرارة الفرن. عند استخدام قالب ثاني من المهم عدم ملء القالب وترك النصف فارغا، هيك بعد ما تضاعف الحجم، مش المدة مش مشكلة، المهم الحجم يتضاعف حسب حرارة المنزل. بنوضع البيض وبنوضع أي نوع من البذور أو التوابل حسب ذوقكم، هذا هو اختياري. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 170 درجة مئوية. نوضع الخبز بالرف السفلي لمدة 30 دقيقة. هذه هي المكونات. نغلق حرارة الفرن ونترك الخبز يبرد داخل الفرن والباب يكون مغلق، هيك بعد ما برد داخل الفرن ونقطعه، وفرجيكم كيف من الداخل، كتير هو روعة وكتير هو مميز. شايفين كيف؟ في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. صراحة كتير هو مميز، مناسب للضغط، هو مشبع جدا وصحي، مناسب لمرضى الضغط ومرضى السكر. انتظروا مني كتير وصفات مثل هيك ان شاء الله، وبهمني تكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات. في امان الله.